صباح الخير أو مساء الخير يا برج الثور في القراءة العاطفية. خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية والسنة الأخير دي، تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله. طاقتك حلوة يا برج الثور، وكارتك طالع، يعني ده أنت في طاقتك، أنت في الطاقة بتاعتك. أعتقد إن في حد قديم رجع لك، وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص، وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك، أو هيرجع بهذا الشخص مرة تانية. وهيرفنت، أنت في الطاقة بتاعتك، طاقة برج الثور، طاقة إنك مبسوط وشاعر بالرضا. أنت شاعر بالرضا حاليا، وشاعر بإن أنت بتحبه أوي، يعني بتحبه أوي، وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص. ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا، لان يعني ده كارتك يطلع بالتواصل، يبقى انت بتشعر بان مثلا الحياة ضحكت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك، لانك بينكوا ذكريات كتير قوي، وبينكوا علاقة متينة، يعني مش اي علاقة. ممكن تكونوا متزوجين مثلا، ممكن تكونوا متزوجين. طيب خلينا نشوف، طيب مشاعر هذا الشريك ايه، وشايفك ازاي، وحالته ايه دلوقتي. حلو. طيب برج الثور، هذا الشريك عايز يقدم لك يعني هدية كده، او شيء من مثلا، ممكن تكونوا انتوا لسه راجعين مع بعض، فهو عايز يقدم لك شيء يثبت بيه حسن نيته. بس انا عايز اتاكد من حاجه عشان ما اظلموش، بس انا مش هظلمه يعني. لا، ده عايز يقول لك وحشتني، وتعالى، عايز يهزر معاك ويضحك ويرجع الجو اللطيف اللي كان ما بينكم في اول العلاقه خالص، بقى كأنك اول مره تتعرف عليك. وباصص لقدام اهو، وهو تقريبا عايز يعمل ايه، لان ده كارت برضو. هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير، يعني مثلا ممكن تكونوا انت بتتكلموا مثلا سرت حاجه حصلت في الماضي ما بينكم، ولا بلاش بقى، هو سيبك من الماضي، تعالى نهزر، تعالى نضحك، تعالى نتكلم مع بعض، انا بحب الكلام معاك. انا بقول لكم في تواصل ما بينكم قوي، يعني انت بتحبوا الكلام مع بعض، انتوا بتتكلموا مع بعض حلو قوي، فهو بيحب يتكلم معاك هذا الشخص، وبيحب يدردش كده وتضحك وتهزر وياخد معاك الكلام يعني. او وحشه قوي، وحشه قوي جو الهزار والضحك اللي كان ما بينكم. فهذا الشخص عايز يبص لقدام بقى، يعني بيقول لك تعالى بقى، سيب بقى اللي ورا، بص بص معايا لقدام كده، تعالى بص لقدام كده، تعالى نخرج، تعالى نتفسح، تعالى اجيب لك هديه. هو عايز يجيب لك هديه على فكره، وحاجه كده حلوه يرضيك، يعني ده جايب لك الكوبايه والبانتكلز، يعني جايب لك الحاجتين. على انت عايز ايه هجيبه لك، اللي انت عايزه هجيبه لك. بس هي مشاعره حلوه قوي، مشاعره حلوه، هي صحيح بيج اوف باكابس وبيج اوف بانتكلز، بس عشان ممكن تكون انتوا كنتوا متخاصمين او حاجه، فهو عايز يدردش معاك او كده. ولو انتوا مفيش خصام او اي حاجه ما بينكم، فهو عايز يديك هديه، او هو مستلطفك قوي قوي يعني. يعني انت مفيش خصام والحاجة فيها علاقة ومستقرة، فهو مستلطفك قوي يعني، مستلطفك وشايفك حد لذوذ وجميل وبتضحكه والحاجات دي يعني. لكن هو شايفك ايه؟ شايفك ذا هيرميت، شايفك ان ممكن يكون بينكوا فعلا خصام ولسه راجعين، وهو عايزك ترجع زي زمان، الشخص الامور اللي كان بيضحك ويهزر معاه. ليه بقى؟ لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي، انت عمال تعيد في الذكريات بتاعت زمان قوي، يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد. انت زي ما تكون، هو انتوا رجعتوا وكده، او انتوا في العلاقة، بس زي ما تكون عندك اكتئاب، او ما بقتش زي زمان. هو عايز يفرفشك،
عايز يفرفشك، عايز يخرجك يفرفشك، مش شايفك زعلان. انت زعلان من حاجه يا دكتور؟ انت ممكن تكون زعلان من حاجه في الشغل او في الدراسه مثلا، وهو عايز يعمل اي حاجه، عايز يعمل اي حاجه يخليك ترجع لزمان. الامور اللي كان بيضحك معاه ويهزر، اللي هو كان بيحبه، هو كان بيحب فيك الروح الطفوليه دي اللي كنت بتضحك وتهزر واعمل ايه وبتاع، فهو شايفك بقيت منعزل قوي عنه. انت زي ما تكون عندك مثلا ايه، انت عملت صد ليه يا برج الثور؟ انت بتصد، وانت عملت تقول له كلام جميل قوي. استنى بقى، انا كده فهمت، انتوا رجعتوا لبعض او عموما يعني في العلاقه، وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل دخلت عامل ايه ووحشني وكده، وانت بتقول له وحشني ايه. انت قلبت على عم ضياء من الاخر، لو اتفرجت على مسلسل الوصيه انت كده عم ضياء هنا، مش عارفه ليه انت عمال تقول له استنى بقى ده انا هحاسبك، انت وحشني ايه، انت بقالك شهر ما كلمتنيش وبقالك شهرين كذا، فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه، هو شايفك انت مش عايز تكلمه، او بقيت شخص قاسي، بقيت شخص قاسي يا برج الثور، قسيت عليه يعني، هو شايف ان انت بقيت قاسي، وما بقيتش ما بقيتش ما بقيتش بيج اوف كابس، ما بقيتش دمك خفيف، ما بقيتش تهزر معاه. ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت، بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية، لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة، عايز تعلمه حاجة، عايز تقول له انا ما بقيتش زي زمان على فكرة، وانا اتغيرت ومش هسكت لك تاني وبتاع وكده، بس انت فرحان برجوع، ما تنكرش ما تنكرش بقى، انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكرة، انت بتحب هذا الشخص، بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل مره بقى هتسيبني وتمشي. ممكن يكون الشخص ده من النوع اللي هو انا حاساه، اصل كل كروته البيج وفي بيج، حاساه شخص طفولي شويه في مشاعره يعني، لانه مش حاجه كبيره يعني، مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالظبط، هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبيره. لو انت متحير من هذا الشخص اوكي، ومفكره ان هو بيتسلى بيك مثلا، عشان هو مثلا بيكلمك، ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مره في الشهر مثلا، هو كده يكلمك مره في الشهر، يسلم عليك مره، وبعدين يجي لك بعد الشهر اللي بعديه يخرج معاك يوم يومين ثلاثه، وبعد كده يروح قاطع، وبعدين يرجع تاني. هذا الشخص بص، البيج والبيج، هذا الشخص مشاعره كده، هو ما بيعرفش يدي الا كده، ما بيعرفش يهتم الا اهتمام صغير، يتكلم مره يتكلم مرتين، هو كده دي حياته. حتى لما طلع البيج اوف كابس برضه، مش الماب اوف كابس، لا ده البيج اوف كابس، هو كده ما بيعرفش يعمل الا كده في مشاعره، هو كده متوحد في مشاعره، متخلف يا سيدي في مشاعره، بس بيحبك، هذا الشخص بيحبك يعني. ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة. انت ممكن تكون بتديله مشاعر كبيرة قوي، ولكن هو بص فتفيت فتفيت، انت تسأل عليه كل يوم، هو ما يسألش عليك غير مرة مرتين، هو كده، هو هذا الشخص كده. ممكن تكون بتتعامل مع حد جوزاء برضه، ممكن، لأن أنا شايفة برضه البنتكلز هنا، فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص، وعذراء وحوت أو سرطان أو عقرب برج مني، وتور برضه عندنا تور برضه. طيب زي ما قلت لك، هو شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي، وبقيت تدور وراه وبتاع، ولا وانت ما كلمتنيش امبارح، وانت وانت وانت. طيب هو ايه في حياته دلوقتي؟ هو الكينج اوف كابس، هو مستقر على فكرة. هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر، هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر، مستقل عاطفيا يعني، هو الحب مهم عنده وبيحبك وعايزك، بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده، او يحب دايما يبقى مستقل عاطفيا، ما بيحبش حد. مش عارفه اجيبها لك ازاي، برج الثور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفسح وخروجات وكده، وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضه، بس ما بيعبرلوش عن المشاعر، بس في الاخر بس كده، هو بيقول لك، هو بيديك حاجات صغيره قوي، هو كده دي وجهه نظره، بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشيه زي الفل زي الفل، وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا، حاجه من النمط ده. طيب هو نيته معاك ايه؟ هو نيته صالحك،
بص هو مش مستحمل خالص فكرة إن أنت عامل الوش ده بصراحة يعني، ومش مستحمل فكرة إن أنت متعذب كده وقاعد وحاطط إيدك على وشك وبتاع، لا هو عايز يشوفك كده، في هو متعود من الآخر كده برج التور، ممكن تكون أنت اللي عودته، أنت عودته على كده من الآخر. بص بقى، أنت عودته، أنت اللي تديله، أنت اللي تهتم، أنت اللي تروح له وأنت اللي تكلمه وأنت اللي، هو اتعود، هو الشخصية دي كده، يقول لك يا اقبل حبيبك على عيبه ومش عارفه ايه والكلام ده، فانت عودته او عودت هذا الشخص على كده، عودت ان انت اللي بتقدم له الكوبايه، انت اللي بتروح له، انت اللي بتكلمه، انت اللي بتهتم، هو الشخص ده بيهتم بس اهتمامه بالنسبه لك ما يجيش حاجه، هو كده عادي بقى، مع الحياه الحياه كلها كده يعني، لو انت مش عاجبك الشخصيه دي خلاص مش مشكله سيبه وامشي، لكن هو بيحبك، يحبك وشايف ان انت الشخص المناسب اصلا، شايف ان انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص، ده رفيق روح يعني، توأم الشغل بتاعي، بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده، هو بيحب اهتمامك. على فكرة يا جماعة، بما ان في تجارب شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا، انا ليا صديقه بنفس النمط ده، ولما قالت له انت بتهتم بيا نص اهتمام ومش عارف ايه كده، قال لها انا يعني بحب اهتمامك، ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر، ممكن هذا الشخص وما بيجي يعبر بيعبر بالهدايا، يعبر بالخروجات بالظبط، يعبر بالفسح، لكن كلامه واهتمامه وازاي كده لا ما بيعرفش، هو يعمل الليله دي خالص، هو يديك بص خدي 75 جنيه روح هاتي لك بيهم ايه، قال له انت هتجيب لها دي ايه في الفالنتاين، قال له انا هديها 13 جنيه تشوف بقى تجيبي اللي هي عايزاه، فهذا الشخص يدي كوبايه، يدي هديه، يخرج يروح يودي سينما، يجيب لك حاجه انت عايزها بتموت فيها، لكن كلام حبه واشعاره كده لا، هو عملي قوي مستقل، هذا شخص مستقل في عواطفه وفي مشاعره في كل حاجة، وانت بقى يعني مفكره ما بيحبكش، عمال تقول له لا استناني بقى ده انت ما بتحبنيش اصلا، لا هو بيحبك بيحبك، ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص، لا هتبعدي فين او هتبعد فين؟ طب هو ناوي على ايه الخطوة اللي هياخدها؟ هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي، لا بص بقى هو ناوي، انا مش قلت لك هذا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا، هو ناوي يجيب لك حاجة خلاص كده، خلي بالك بقى هو ناوي يجيب لك حاجة، هو ناوي يعمل اللي انت عايزه، شوف بقى انت كنت طالب من هذا الشخص ايه هو هيعمله لك، يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام، والله هيهتم بيك وهوريك، هو الكينج اوف بانتاكلز، الشخص ده عملي قوي 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 يعني، و شخص ما بيحبش الكلام يعني افعال، عامل ده عامل ده خلاص، فهو ناوي يوازن خلاص، انا انت عايز ان انا اهتم بيك خلاص يا سيدي ههتم بيك، ما قلت لكم في اول اللي تقريبا قلت لكم انتوا ولا مين مش عارف، مش عارف قلت القراءة دي ولا ايه، الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير، ممكن نكون ايه اللي بيحب الطرف التاني ونعمله، فهو شايفك ان انت عمال تقول له لو سمحت اهتم، لو سمحت ويزن، لو سمحت اللي بديهولك تديهوني، هو يعملك اللي انت عايزه، بس ما تمشيش ما تبعدش، انا بحبك لو سمحت انا بحبك ما تمشيش، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك، لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شويه يا برج الثور، ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده، لا لا ما تعملش كده، افرض هو عنده شغل عنده اولويات، انا عارف في ناس تقول لك طب ما هو فاتح اهو دلوقتي وما دخلش يكلمني، مش لازم يكون فاتح بيكلم بنات يعني، ممكن يكون بيكلم بنات فعلا، بس مش مشكلة مش مشكلة يا جماعة، بص الجانب الإيجابي بيتعرف على ناس، لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت، وهو ناوي إن هو يثبت لك، ممكن يثبت لك بإنه يجي يخطبك أو يقرا فاتحة مع أهلك، أو يثبت لك بإنك مثلا يقول لك إيه أنا خلاص مثلا حددت السنة الجاية على خطوبك مثلا، يقول لك كده، لأن هو بص عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس، أعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منع ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجه، ممكن تكون انت مطالباه بانه يجي يخطبك او نرسم العلاقه بقى عشان انا زهقت مثلا، او تعالى اخطبني دلوقتي مثلا، فهو هيعمل اللي انت عايزاه او اللي انت عايزه،
لو ولد طبعا فهي هتهتم بيك، هتهتم بيك يعني، لانها مش هتنفع تيجي تخطبك. طب النصيحه بتقول لك ايه؟ النصيحه بتقول لك بطل بقى لف ودوران بقى، ها؟ ماشي، بطل لف ودوران. والشخص ده توأم روحك وتوأم شعله، واي حاجه اي حاجه فيها حب معاك، بيحبك بيحبك بيحبك. برج القوس وبرج الجوزاء بتتعاملوا مع الاثنين، بيحبك قوي قوي يعني. واصبر عليه شويه برج الثور. والنصيحه بتقول لك صالحه بقى، ما تبقاش برج العذراء، ما تبقاش كده. هتبقى كده هيمشي، هيمشي ويزعل. هو بيبقى كده لما انت بتبقى بتصده، لكن هو بيحبك، بس هي طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش. بس كده، ده اللي اقدر اقوله لك، ده اللي انا استنتجته من هذا الشخص، لانه كل شويه بيطلع له بيج بيج بيج، بيطلع له حاجات صغيره. لكن ده توأم روحك، ده بيحبك قوي. وانت كمان بتحبه على فكره، يعني انتوا نفس مقدار الحب، بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيظهر لك. ودي قراءه حلوه بصراحه لبرج الثور، وعجبتني جدا. مش بقول لك انت في طاقتك، لان انت فرحانه قوي، فرحانه قوي بجواز الشخص، انت بتحبه قوي قوي، وبتحب كمان تديله عطاء، تديله عطاء، بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا، بالظبط كده، بتحب تتكلم معاه، وهو بيحبك على فكره، وناوي يجيب لك هديه، ناوي يجيب لك هديه. طب يا برج الثور، يا رب تكون القراءة عجبتكم، شكرا.